للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور عبد الحكيم الجرالي. دكتور عبد الحكيم، مرحبا بك. بداية، نتحدث عن انعقاد اجتماع التنسيقية للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة. دكتور، ما أهم ما ستبحثه هذه اللجنة خلال الاجتماع؟ مساء الخير سيدي الكريم، مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين. بالتأكيد هذه اللجنة الوزارية منذ تشكيلها واندفاقها عن القمة العربية الإسلامية الطارئة، يعني قامت بحراك كبير وزخم كبير في إطار بلورة وحشد دعم دولي وموقف دولي لدعم القضية الفلسطينية عبر إيقاف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وبالتوازي استدامة وكفاية المساعدات الإنسانية إلى القطاع لتتوائم حجم الكارثة هناك. وبالتأكيد كأفق مستقبلي فتح الباب مرة أخرى للعودة لطاولة المفاوضات وإحياء عملية السلام وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني. هذه للأمانة يعني اللجنة قامت بحراك كبير وأحدثت اختراقات كبيرة من خلال زيارتها لعواصم صلح القرار الدولي، سواء من الدول الدائمة العضوية أو من الفواعل الدوليين الوازنين في القارة الأوروبية التي كانت في البداية تدعم دولة الاحتلال، ولكن هذا الحراك والزخم أحدث اختراق إيجابي كبير مما يعني أنتج يعني ربما مواقف داعمة للقضية الفلسطينية والحق الفلسطيني. بالتأكيد نحن على أبواب الدورة 79 للجمعية العامة، ونحن نعرف من باب التوضيح أنه أكبر تجمع أممي وأكبر جهاز هو في هيئة الأمم المتحدة، وبالتالي الحراك والتنسيق للوصول لاتخاذ إجراءات وربما في إطار دعم الحق الفلسطيني ومحاولة إحداث مزيد من الاختراقات لوقف ولجم كل هذا العنف. طيب دكتور، يعني هذه اللجنة خلال اجتماعاتها ومنذ تكليفها قامت ب14 زيارة إلى عواصم دائمة العضوية في مجلس الأمن، ما هي أبرز مخرجات الاجتماعات؟ يعني بالتأكيد هي يعني في النتيجة النهائية يعني قامت بأدوارها على أكمل وجه بكل موضوعية، ربما تبنت يعني الرواية ورواية الحق الفلسطيني، حاولت إيصال الصوت وإبصار هذه القوة الوازنة في المجتمع الدولي والنظام الدولي على أن ما يجري في غزة وجرائم حرب وإبادة، يعني أحدث تغييرات في كثير من مواقف هذه الدول. يعني بالتأكيد لم نرى أن ترجم هذا الأمر في مجلس الأمن الدولي، ولكن كل هذا الحراك ربما حراك تراكمي سيؤدي بالنتيجة أن يؤتي ثماره في إطار إيقاف هذه الحرب، فبالتالي الاستمرارية في هذا الزخم والحراك يعني سيؤتي ثماره وسنجني ثماره الإيجابية في قادم الأيام إن شاء الله في إطار وقف كل هذا العدوان والإجرام، وبالتالي يعني تأليب الرأي العام الدولي والتحريك وأن يتحمل كل الأطراف مسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية. نعم، أشكرك الدكتور عبد الحكيم الجرالي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.